اتفرجت قبل ما اجي النهارده الصبح على الفيلم المنتظر، المفروض واحد من الافلام المنتظره في 2022، وهو فيلم بلوند للفنانه انا دي ارمس. بس خلاص الحلقه خلصت، فيلم 10 من 10. البت انا دي ارمس دي حت امي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. المهم ان انا فعلا كنت متحمس للفيلم ده جدا، لان انا بحب نوعيه جدا 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 افلام البيوجرافي او السيره الذاتيه او عن نجم مشهور جدا، واحد ما يعرفش الخبايا والاسرار اللي في حياته. وطبعا الفنانه انا دي ارمس من خلال الفيلم بلوند قايمه بدور او تؤدي دور الفنانه ملكه الاغراء في تاريخ السينما عموما، مارلين مونرو، او عندنا في الوطن العربي بنحب نقول مارلين مونرو. فيا ترى الفيلم حلو ولا وحش؟ خاصة لو تفتكروا بتوع افلام ان انا فيلم الفيس بتاع السنة دي، بتاع فيلم الفيس بريسلي، كان واحد من اقوى الافلام اللي انا شفتها السنة دي وكان عاجبني جدا جدا جدا. فهل يا ترى بلوند بنفس المستوى ونفس الكلام وخلص الفيلم مبسوط منه وهرجع اتفرج عليه تاني؟ كل ده هنتكلم عليه في الحلقة دي. بس قبل ما ابتدي الحلقة بقى تظبطوا لي لايكات كتير جدا 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 جدا، عشان موضوع اللايكات ده فعلا بيساعد جدا. فبعد اذنكم تدوسوا اللايكات ده لو عجبتكم الحلقه طبعا. وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. يلا بينا يا بتوع افلام، عايزين نوصل نص مليون في اقرب وقت واسرع وقت باذن الله، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. فيلم بلوند لانا دي ارمس خش علينا على طول يا ابو حميد من الاخر. هل الفيلم حلو ولا وحش؟ عجبك ولا لا؟ نتفرج عليه ولا لا؟ ليك كامل الحريه ان انتوا تتفرجوا عليه، ده براحتكم تماما. بس لازم ندي التنويه قبل اي حاجه، فيلم بلس 18، فيلم فيه عري كتير جدا. الفنانه انا دي ارمس كانت عريانه نص الفيلم. مبدئيا الفيلم 3 ساعات، 3 ساعات الا 10 دقايق حاجه زي كده، فهو في الرينج ده. الثلاث ساعات ال 10 دقايق منهم يعني نصه او ثلاث ارباعه الفنانه عريانه. الفنانه عريانه تماما، ومشاهد جنسيه، في مشاهد اغتصاب، وفي مشاهد كده، يعني في حاجات كتيره بلس 18 في الفيلم ده. فحبيت انوه قبل اي حاجه. ودلوقتي نخش على اجابه السؤال، هل الفيلم حلو ولا وحش؟ بالنسبه لاحمد كمال صاحبك وحبيبك، انا ما عجبنيش الفيلم وعمري ما هتفرج عليه تاني. هتقول لي ايه السبب يا حميد؟ هقول لك، هاجي لك في الكلام. بس نبتدي بايجابيات الفيلم. ايجابيات الفيلم بالنسبه لي الفنانه انا دي ارمس، ومش عشان انا بحبها والله العظيم، هي فعلا عملت كل اللي عليها في الدور ده، اللي هو عرفت فعلا تتقمص وتخش جوه شخصيه مارلين مونرو جدا جدا، وفعلا اثبتت قد ايه ان هي كانت بتعاني طول حياتها. اللي ظهر لي في الفيلم كله في معظمه ان الفنانه مارلين مونرو ما كانتش مبسوطه خالص، بدايه من جشع الرجاله عليها من بدايه الزمن وحاله والدتها. انا مش هكلمك في اي حاجه، مش هحرق لك، بس انت هتتفرج عموما هتلاقي ان حياتها اغلبيتها كئيبه جدا، ومفيش حاجه سالكه كده، كل حاجه لازم يطلع لها خوازيق. فالموضوع تصاعد معاها جدا لحد طبعا ما توفت، وانتوا عارفين ان هي توفت شابه. في كلام كتير جدا على موضوع الوفاة ده، ولازم برضو نتكلم عن عنصر الميك اب خطير. فكرة انك انت في لقطات كتيرة جدا انا دي ارمس انت ما تعرفش هي دي بجد مارلين مونرو او مارلين مونرو ولا لا، فعلا في مشاهد كتيرة قوي كنت لقى ايه ده، هي ولا مش هي؟ كان الميك اب اكتر من رائع. وبرضو في بعض الحاجات، يعني مش هقدر اقول لك ان انا دي ارمس كانت بيرفكت في الدور، شكل، تعمق في الدور، الاكتئاب، التمثيل كان حلو جدا. في برضه بعض التاتشات الاكسنت غصب عنها برضه، يعني انا دي ارمس من كوبا، فاكيد الاكسنت بتاعتها مش 100% بيرفكت، بس على اللي هي عملته حلو قوي. بس ما علينا، يعني ما علينا، نخش مبدئيا على الايجابيات التانية. اول ربع ساعه من الفيلم فعلا عرفوا يشتروني قوي. اول ربع ساعه من الفيلم بتشوف مارلين مونرو وهي طفله، وعلاقتها بوالدتها عامله ازاي، وفين والدها او والدها موجود ولا لا، كل ده انت هتعرفه. وعلاقه الام ببنتها، وهل الموضوع ده اثر عليها لما كبرت ولا لا، كل ده هيبان في اول ربع ساعه. انا فضلت مشدود، والبنت او الطفله اللي كانت قايمه بدور مارلين مونرو وهي طفله خطيره، عرفت تاثر عليا جدا. وكان عاجبني النسق اللي ماشي بيه الفيلم ده، اللي هو الجو اللي هو هي صغيره هتعرف بعديها لما كبرت ايه اللي حصل وكل الكلام ده. لكن هنتكلم في الجزئيه دي في حته السلبيات، بس نتكلم عن اخر ايجابيه بالنسبه لي في الفيلم، لان فعلا ممكن ما يكونش فيه ايجابيه ثانيه قويه. مبسوط جدا ان انا شفت ادريان برودي بعد اختفاء تام من هوليوود. الراجل ده اللي كسب الاوسكار عن فيلم ذا بيانيست، طبعا اكيد ممكن تكون انت شفته او ما شفتوش، ولو انت ما شفتوش روح اتفرج عليه، هتشوف اداء رائع وفيلم عياط جدا. يعني حبيت اقول لك قبل ما اتفرج
اتفرج عليه. ومش بقول لك ان هو اختفى اختفاء تام، بس ما بقاش بنفس الضجه بتاعته بتاعت زمان. مش ده الممثل اللي كانوا متخيلين ان هو هيكسر السوق وكل الكلام ده، بس طبعا احنا عارفين الكلام ده ليه لما اخذ الاوسكار وقال السبيتش بتاعته. بس ما علينا ما علينا المواضيع دي، احنا بنتكلم عن فيلم بلاد. والمخرج اندرو دومينيك، انا بالنسبه لي الاخراج بتاعه في الفيلم حلو جدا، وعجبني حته البلاك اند وايت، وعجباني الحته اللي بيبقى فيها الوان، وفي حاجات في الاخراج كانت صعبه جدا وتحققت في الفيلم ده وكانت حلوه قوي الصراحه. بس كده نخش بقى دلوقتي على السلبيات بقى يا معلم. يعني انا مش عارف، يعني مش عارف، انا تهت في الفيلم مش بسبب ان في حاجه انت مش عارفها وكده. نتكلم مبدئيا عن رتم الفيلم. رتم الفيلم بطيء جدا جدا جدا، من بعد اول ربع ساعه اللي انا بقول لك اشتروني بيها دي جدا، انا حسيت ان الفيلم ماشي ببطء بطريقه غير طبيعيه. ممكن مشهد واحد لانا دي ارمس عليها الكاميرا على وشها وهي عماله تعمل كده خمس دقايق مثلا، ممكن مشهد تاني اتنين قاعدين جنب بعض ما بيتكلموش عشر دقايق يا باشا، عدك كده كده ربع ساعة. طب ليه؟ يعني انا في الربع ساعة دي كان ممكن يتعمل مليون حاجة من ضمن التساؤلات الكبيرة جدا عن قصة مارلين مونرو، لانها بالنسبة لي الست دي او ملكة الاغراء في تاريخ هوليوود. انا ما شفتهاش ولا اعرفها ولا اي حاجة، بس طبعا سمعت عنها زي ملايين من الناس عارفينها لغاية دلوقتي، برغم ان هي توفت سنة 62. بس لا بكلمك فيه ايه، انا كأحمد كمال لا تعرف عنها ايه؟ اعرف ان هي واحده كانت من اشهر النجوم ساعتها، وان هي كانت فعلا ملكه اغراء، وان الناس كلها كانت بتحبها، وان هي كانت الشقيه الدلوعه وبقت رمز للسينما في كل حته في العالم وبقت ايكون. وفي نفس الوقت اعرف ان هي ما بتكملش الجوازات بتاعتها، وفي نفس الوقت اهم حاجه ان هي كانت على علاقه برئيس امريكا جون اف كينيدي واخوه الاثنين، والاثنين كانوا بيمارسوا معاها والاثنين كان ممكن بيعملوا كده معاها في نفس الوقت، هما الثلاثه مع بعض. وكان في كلام كتير جدا بيتقال ان الرئيس امريكا انفولد في الموضوع، او اخو رئيس امريكا روبرت كينيدي هو السبب، او هو اللي دبر عمليه ان هي ماتت، برغم ان كل الناس عارفين ان هي ماتت منتحره، بس ده كان اللي هو لا دي نظريه مؤامره. زي حاجات كتيره جدا في حياتنا عموما، زي نجمات كبار جدا عندنا في الوطن العربي بيتقال برضو كلام الثيريز اللي هي بتتقال دي. فانا حبيت اعرف خبايا واسرار مارلين مونرو. خرجت من الفيلم بعد اللي انا قلته لك عن قصتها اللي انا اعرفه ايه، مفيش اي جديد، يعني ما عرفتش اي حاجه جديده، يعني مفيش اي حاجه جديده انت شفتها عن اي فيديو على اليوتيوب او اي كتاب قريته عنها او ايا كان ايه، مفيش جديد، مفيش سسبنس، مفيش اثاره وتشويق، برغم ان المفروض قصتها فيها اثاره وتشويق جدا. في نطاط كتيره جدا، انت فجاه انت شفت بنت او طفله كانت بتعاني من حاجه فجأة نطت بقت مارلين مونرو. ايه اللي حصل في النص ده؟ التعايش والدنيا وحياتك كانت عاملة ازاي وصحابك مين وكل الكلام ده ما تعرفش. اللي ممكن يكونوا كانوا مركزين عليه في الفيلم ده اكتر علاقاتها، يعني علاقاتها مع ابن تشارلي تشابلن اللي كانت غريبه جدا، شوفوا انتوا براحتكم، وعلاقتها بالرجاله ان هي كانت اغلبيه الرجاله بتصاحبهم كانوا ناس كبار في السن. ممكن يكون الحوار ده عامل لها عقده وعقده الاب، وكانت في نفس الوقت بتناديهم بكلمه ابويا اساسا، يعني هي ممكن تكون الحته دي حرق السنه، بس يعني مش حرق قوي يعني. فانت ده اللي انا فهمته من الفيلم، مفيش اي اضافات جديده، مفيش اي حاجه، برغم ان انا كنت متحمس جدا 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 للفيلم ده، وفي الاخر الصراحه احبط لان انا ما استفدتش اي حاجه. ويعني ما اقدرش اقول ان الفيلم وحش، الفيلم مش وحش، بس الفيلم مش لكل الناس، وفي نفس الوقت مش هتطلع باضافه قويه جدا. كان نفسي اشوف اكتر بكتير جدا من اللي انا شفته. واحد بتوع افلام يقول لي طب يا ابو حميد، طب انت يعني ما هو ده برضو فيلم، يعني هيجيبوا كل حاجه. يا باشا هيجيبوا كل حاجه، انا عرفت اغلبيه او 80% من الحاجات فيلم الفيس، برغم ان هو كان الفيلم مده عرضه اقل، ده في نفس السنه، انا مش هرجع لك بقى زمان، انا بكلمك على حاجه في نفس السنه. فيلم كان اقل وقت وطلعت بيه بمليون حاجه، لكن فيلم بلوند 3 ساعات ال 10 دقايق انا ما طلعتش بحاجات كتير خالص، وفي حاجات مجنناني. يعني انا في حاجات انا كنت عارفها اكتر من الفيلم مثلا، يعني مش بقول ان انا جامد، مش قصدي كده، قصدي مثلا بفكره كلارك جيبل. كلارك جيبل مين لو انت بتسالني؟ كلارك جيبل ده واحد برضو من اشهر النجوم اللي جت في تاريخ السينما عموما، اللي عمل فيلم جان والدوين، واحد من اشهر الافلام في التاريخ عموما، فيلم ذهبه مع الريح. كلارك جيبل ده في حوار ما بينه وبين مارلين مونرو، مش علاقه عاطفيه والكلام ده، اللي انا بكلمك فيه ان كان بيتقال في الاخبار ان كانت
والدتها زمان بتقول لها ان ده ابوكي، والموضوع فعلا غير صحيح وكده، بس يعني ما قالوش حتى اي حاجه عن الموضوع ده، هو جاب لك كده صوره وان الام قالت كده وخلصنا بالشياكه بس. اولع اهو، مش هي بتقول كده وكده. تمام، سؤال بقى للمشاهد اللي شاف فيلم بلوند، انت خلصت فيلم بلوند وخلاص ما تعرفش اي حاجه قبل فيلم بلوند عن مارلين مونرو، هل انت تعرف ان اخر افلامها كانت عاملاها مع كلار جيبل مثلا؟ وده حوار غريب جدا، كانوا مع بعض، طب علاقتهم كانت ببعض ايه بعد ما شافت الراجل اللي كانت امها بتقول ان الراجل ده هو ابوها اساسا؟ مفيش بقى يا باشا اي حاجه، سابها لك كده. وطبعا كنت مستفز جدا من حته جون اف كينيدي، جون اف كينيدي ده يعني حاجه قويه جدا في حياه مارلين مونرو، وطبعا انتوا فاكرين واحده من اشهر هابي بيرثدي تو يو، اشهر مره اتعملت في التاريخ التلفزيون كانت من مارلين مونرو لجون اف كينيدي وهي بتغني له مستر بريزنت. وطبعا لو انت كنت شفت او متابع مسلسل بريكنج باد طبعا فاكرين الطريقه اللي قالت فيها هابي بيرثدي تو يو، يعني سكايلر لتيد، المشهد ده هي كانت بتقلد مارلين مونرو ساعتها يعني في المشهد ده عموما. لا هو جاب لك مشهد واحد كده ومشهد قبيح جدا، انت فهمت طبيعه العلاقه ما بينهم ايه، بس برضه لا كان محتاج كتير جدا. حتى الفيلم ما فيهوش موسيقى تصويريه كده تفضل تشدك في الفيلم من اوله لاخره، ما فيش الحاجات دي، ما حسيتش بعوامل اني متعاطف مع اي حد. ممكن انا دي ارمس عشان كانت مكتئبه طول الوقت وعشان هي فعلا باذله مجهود كبير جدا ان هي تتقمص الشخصيه دي، شخصيه من بره كل الناس بتحبها وكل الناس فاكرانها بنت الشقيه وبتاعه، ومن جوه هي مختلفه تماما. وده اللي انا شفته في التريلر، اول تريلر نزل اللي هو اول ما نادولها ضحكت وهي كانت من جوه عماله تعيط، فهي عرفت توصل الحته دي. بس اوفرول انا يعني محتاج فيلم مارلين مونرو تاني، ومحتاج اعرف حاجات كتيره جدا عنها. فيلم في الاول وفي الاخر انا شايفه رتمه بطيء الصراحه، وما يعني ما اقدرش اقول عليه في الاخر برضو وحش لان في مجهود اتبذل في الفيلم الصراحه، بس يعني للنسيان بالنسبه لي. وفي الاخر يا بتوع افلام هي اراء طبعا، اهم حاجه رايكم انتوا، واهم حاجه اسمع رايكم لو انتوا شفتوا الفيلم ده. وسؤال الحلقه قبل اي حاجه وقبل ما اختم او قبل ما ادي لك تقييم او اي حاجه عشان ما انساش، بس ايه اكتر فيلم سيره ذاتيه انت بتحبه في حياتك، سواء عربي سواء انجليش سواء اي حاجه سواء كوري ايا كان؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات او اجاباتكم تحت في الكومنتات، عشان بحب اقرا كل اجاباتكم الصراحه، واحنا زي ما احنا متعودين على طول بنتجاوب مع بعضينا. وفي الاخر تقييم الفيلم بلوند هو 5 من 10، يعني 50-50 كده. وبس يا بتوع افلام، ده اللي اقدر اقولكم عن فيلم واحد من الافلام المنتظره بالنسبه لنتفليكس وبالنسبه لناس كثيره جدا، وهو فيلم بلوند. اهم حاجه رايكم، سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، هرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي النهايه اتمنى بقى اظبط بقى كده لايك 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 لايك، وسبسكرايب بعد اذنك لو انت مش مشترك في القناه بعد اذنك طبعا. وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.